الواد احمد صاحبي دوت جدع قوي، ما فكرش مرتين اول ما قلت له عايز المركب. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ على فكره انا كمان عندي مفاجاه عشانك. مفاجاه؟ ممكن تيجي تقعد جنبي؟ اجي اقعد جنبك. اديني جيت يا ستي. اسمع اسمع هنا؟ مش سامع حاجه. انت سامعك وفاهمك تقيل قوي يا حسام. سمعتني يا بنتي؟ مش سامع حاجه. تستهبل؟ حلفي والله. رحت للدكتوره وقالت لي يعني سلمى الصغيره جايه وهلعب بيها، هيبقى عندي يا ما انت كريم يا رب. الحمد لله يا رب. حبام حبام يا بحر. لا 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 لا، انت تيجي هنا، تعالي كده اقعدي هنا، ما تتحركيش وما تلعبيش في اي حاجه يا ستي. مالكيش دعوه، ما انت عايز تاكلي عايز تاكلي صح، انا هعمل لك الاكل. يا ما انت كريم يا رب، اوعي تلعبي في اي حاجه. حاضر يا ابو سلمى. الله اكبر. يا ما انت كريم يا رب. عشان انت هادي الحاجه دي كبنيه دي ابتدي منين بقى؟ اه جبنه عيش فاكهه وفي حلاوه حمايه كمان دي. اه هادي الحاجة دي كمية دي، وانت تسمع الأرض الحمراء أو الصفراء أو الخضراء. والله هتبقى أرض يا حسام، ضمي هتفرح قوي. طيب يا حبيبتي بيطمنيني عليك، مع ألف سلامة. ماما. إيه حماد؟ باركيلي. أبارك لك على إيه؟ سيادة اللواء حماية نقل لي مع حسام أخويا الإدارة. ألف مبروك يا حبيبي، ألف مبروك. ألف مبروك، ده حسام هيفرح قوي بالخبر ده. وده أنا هكلمه حالا أبشره. يا رب يكرمكم يا رب وما يحرمكوش من بعض ابدا. ايه عشان البوتاسيوم ده؟ بوتاسيوم صح. ده اكيد بيعمل حاجه. التفاح اكيد بيعمل حاجه. اوه يا محمد ده وقتك. الو يا محمد، خير ان شاء الله؟ ما تحذر فزر كده، انا عاوزك في ايه يا سيدي؟ وده وقته؟ قول لي انت في ايه. سياده اللواء هاني نقلني معاك الاداره. بتتكلم بجد؟ والله زي ما بقول لك كده. الف مبروك يا حضره الضابط. بسم الله ما شاء الله، ده انت جيت تحت درسي. 7 الصبح تبقى على مكتبك، هدورك مكتب كل ساعة. وأنا تحت أمر تدوير مكتب سعادتك. أما أنا عارف إنك تحت أمري، غصب عنك تحت أمري. أنت مش عاوز أي حاجة؟ ولا حاجة. بص لإيدين أمك بس وقول لها تتعلم. خد بالك منها لغاية ما أرجع ياض. إيه يا عم أنت مالك مستعجل كده ليه؟ بقول لك نقلت معاك، بتقفل معايا ليه؟ لما أجيلك. سلام. علشان أنت هادي، أنا هاخدك من هادي. علشان أنت هادي، أنا هاخد دي بدلها. الكيوي أكيد برضه ليه لازمة. يلا. سلمى بص بقى بجد. حسام ايه ده؟ سلمى انا جاي لك من طرف واحد حبيبك. لا لا سلمك هديتك يا عريس. سلمى خير يا محمد. مين؟ انا اللواء رفعت. تحت امر سعادتك يا باشا. تعالى لي المكتب حالا، انا عايزك في حاجه مهمه. مسافه السكه سعادتك. سلام. في رعايه الله يا باشا. خير. امورك هتكون. ادخل. خير يا فندم. في خبر مش كويس بس لازم اقوله لك. في ايه يا فندم؟ حاجه قلقتني. في افراد مبهورين اقتحموا اليخت اللي فيه المقدم حسام وزوجته سلمى واعتدوا عليهم بالضرب. امتى حصل ده؟ النهارده الصبح.
طب حسام كويس؟ حسام دلوقتي في العناية المركزة في مستشفى في الغردقة. طب وسلمى؟ سلمى تعيش انت، شد حيلك يا محمد. المدام جت لنا خلصانة، ما لحقناش نعملها حاجة وماتت هي والجنين اللي بطنها. هي كانت حامل؟ لا لا. طب حصل وضعه؟ وضعه سيء، أنقذه في الوقت المناسب. الحمد لله انكتب له عمر جديد. يعني حالته هتتحسن إن شاء الله. ان شاء الله يا ابني، لازم يكون في امل. ادعي له ادعي له. الحمد لله على السلامه محمد بيه. الله يسلمك. انا رقيب ايهاب هيبه من غفر السواحل. ايه اللي حصل؟ في الحقيقه احنا جات لنا اشاره استغاثه من يخت في عرض البحر، وحددنا مكانه من خلال جي بي اس. الف مبروك علينا يا كبير. اجده جابر ومحروس يرتاحوا ودمهم يبرد في تربتهم. المهم حشوفك ميته، ما تعوقش علي يا ابوي. وعليكم السلام. ايوه كده، ميل وسقيني يا ود عمي، ميل وسقيني. انا مش عارف كتابي تخسر. اهدي، هو انت ما بتعرفش تقرا؟ لا، يبقى ملك. ميل وسقيني، انا مش عشطانة يا واد عمي، حبك يرويني. ميل وسقيني يا واد عمي، ميل وسقيني. يا سلام يا سلام عليك يا سيدي، الناس لما بتبقى رايق. طب فرحنا معاك وقول لنا فيه ايه. الكلب الظابط اللي كان فاكر نفسه يا مهنا ويا مهناك، وناطط لنا في كل عمليه واخر المتمة استجرى وبد يده وقتل اخويا جابر. كان لازم نجيبه خبره صح صح. وعملتوا فيه ايه؟ ولا حاجه، ذبحنا له مرته، وبعد كده قتلناه ورمينا جثته للسمك. يستاهل قتلك قتله دي. ايوه يستاهل يستاهل. الله يرحمه. بتقول ايه؟ انا قصدي اقول الله يرحمه غرف دهي. ميل وسقيني. لا تاني تاني. يا واد 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 من صغر سني وانا بنهوي. محمد، حسام فين؟ حسام فين يا محمد؟ حسام فين؟ بنتي بنتي فين؟ سلمى فين يا محمد؟ انت يا محمد سلمى فين؟ ما انت بنتي فين؟ سلمى فين انت؟ شقتنا الجديدة شكلها وشها هيبقى حلو علينا. يلا هعمل لك الغدا. لا هارتي، ماليش نفس. ليه مالك؟ انا جيت بس عشان اقول لك حضري لي شنطة عشان لازم امشي على طول. حضر لك شنطة، انت رايح فين؟ مفيش حاجة. اصل ايه يا معتز، في ايه؟ حسام وسلمى مالهم؟ نصطلوا عليهم هما في الغردقة أو ضربوهم. طب حصل لهم ايه؟ حسام في العناية المركزة
وسلمى تعيش انت. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلي باله من منصور، استهون بكلامي وادي النتيجة. جرى ايه يا طاهر؟ امسك أعصابك لحد ياخد باله من حاجة. ده أنت في عش الدبابير، دول علم ديابة. وهدان طاهر، أنت زفت يا طاهر؟ أنتم نمتم؟ إيه أمك يا سيدي الناس. هات لي قزازة شمبانية، أصل مجانينيش نوم واصل، عاوز احتفل على روح المرحوم النهارده. اوامرك يا سيدي الناس. قوام. الله يرحمك يا حسن باشي، على اخر الزمن حفرج ويسكي وشمبانيا على روحك. قوام يا طاهر. ازاي يا حيوان تخون اخوك وتكتبه وصل امانه؟ وايه الغلط في كده؟ مش المبلغ اللي طلبه كادو؟ هو تاجر من التجار اللي متعامل معاهم. ده اخوك. انا ما عنديش في السوق اخوك ولا ابوك، ان كنت اخوات اتحاسبوا. هتفضل طول عمرك جشع واناني. هو بلاش احافظ على حقي وحق اختي شقيقتي. اختك منيره شقيقتك اللي بقالك 3 اشهر ما اديتهاش شهريتها. يابا انا عملت معاها كده علشان شايف جوزها قاعد على القهوه طول النهار شافت بطنه ومعدي، لا شغله ولا مشغله، وبالمره شد عليه شويه. شد عليه ولا تشفطهم لحسابك يا ضلالي. انا يابا مش حرامي، ما سرقتش حد. لا انت فعلا سرقت، لانك حسبتني على شهريه منيره 3 شهور اللي فاتوا وضربتهم في جيبك. مش في جيبي يابا، انت ما تعرفش حاجه. انا البنت منيره ديت عبيطه وجوزها عبيط، رحت مدبسها معايا في جمعيه كده 3 اشهر وفاجئها الاخر. انت كذاب وحرامي. وانت طول عمرك بقى بتفهم معتز ابن سميحه عننا. انت اللي طول عمرك غبي واناني وعندك عقد نقص. عقد النقص دي اتعلمتها منك ومن انانيتك ومن ظلمك لينا. اخرس يا كلب. اوعى تمد ايدك عليا تاني. من الصغير انا كبرت. كبرت على ابوك يا سافل، بترفع ايدك عليا وعاوز تضربني. انا بدافع عن نفسي، انا دلوقتي عندي 45 سنه، من الصغير انا مش لسه في حضانه. يا ريتني ما قابلت امك ولا خلفتك. انت ها قلبي شويه. قلبي ما بدل قلبك ضعيف كده بتدخله ليه معاك في خناقات؟ اتفضل يا سيديان. وهدان قوم يا سيديان. اقعد. قل لي يا وهدان، انت ايه اللي جابلك تقعد حدايا هنا وانت عارف زين ان الحكومه بتدور علي وممكن كلنا نروح في داهيه؟ انت صحيح ما خبرش انا عملت كده ليه؟ انا اقول لك. وانا عاوز اسمع. انا زي ما انت خابر وحداني، بوي ميت وامي هتشتغل خدامه حداكم في البيت الكبير، وانا صغير كنت انت دايما بتلعب معاي زي اخوك، واما كبرت خدتني معاك مصر ام الدنيا.
عمرك استكبرت علي ولا استعليت ولا تنكورت علي زي بقيت الخلق. دايما كنت ظهري وحمايتي، اكل واشرب وانكسي من خيرك انت، وانت على قلبك كل ده زي العسل. بعد ده كله عايزني هملك لوحدك في شدتك؟ لا يا سيدي، ده انا ابقى قليل الاصل وناكل للجميل. للدرجه دي بتعزني يا وهدان؟ لا لا، اكتر بكتير. انا عندي استعداد احط حياتي في كفي وعرض نفسي للموت ولان مخلوق يمس لك طرف. تعرف يا وهدان، انت كبرت بنظري قوي بعد الحديد دي. دي مش حديد يا سيدياب، مش حديد، دي الحقيقه. وانا مهما عملت مش هوفيك حقك. ربنا يخليك لي يا وهدان. ويخليك لينا يا كريم. بصحتك. بصحتك. الحمد لله على السلامة يا حسين. حسين يا حسين، انت فوقت. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. رد علي يا حسين، رد علي يا حبيبي. حسين ربي حسام علينا، طمني يا حسام وقول اي حاجة. استنى علي شوية، استنى علي شوية حبيب قلبي. الحمد لله يا رب حبيبي، حبيبي حبيبي الحمد لله. سلامتك يا حبيبي، ألف سلامة. الحمد لله على السلامة يا حسام، نورت بيتك. إيه يا حسام؟ بقولك نورت بيتك. توحد الله كده. لا إله إلا الله. عارف ان الصدمة كانت شديدة، بس ده قدر ربنا ولازم نقبله. نعم بالله، نعم بالله. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تقعد معانا في البيت اليومين دول، على الأقل تبقى وسطنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا هبات هنا يا محمد مع سلمى. استهدى بالله بس يا حسين، سلمى هتقعد مع سلمى ازاي بس؟ انت مش مصدق ان انا هبات مع سلمى؟ والله هبات مع سلمى. فاكرني مجنون صح؟ اخوك ما تجننش، مات مع سلمى وانت روح. سمع صوتها بتندق لجوه، روح انت عشان تدخل لها. سلمى Thank you.
اديني جيت البيت يا ست. انت فين بقى؟ فين؟ سبتيني لوحدي ومشيتي؟ كده سلمى؟ وانت عليكي؟ مش انت اللي غلطانة؟ أنا اللي معرفتش أعمل لك حاجة. بس والله العلي العظيم غصب عني. غصب عني. غصب عني يا سلمى والله. والله غصب عني يا حبيبي. غصب عني. غصب عني. غصب عني يا سلمى. ايه يا جماعه؟ طب قولي بقى عامل ايه دلوقتي؟ انت ايه اللي جابك؟ ليك عين تيجي بعد العمله السوداء اللي انت عملتها دي؟ انا يا منير؟ ايوه انت، مش انت اللي رحت وقلت له موضوع ايصال الامانه اللي حصل ما بينه وما بينك؟ والله العظيم ما حصل. اخس 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 عليك يا ابو نسب، اخس. كل ده يطلع منك انت يا ميزو. تعرف تسكت انت خالص؟ يا جماعه بقول لكم والله العظيم ما حصل. اعملهم عليا، اعملهم عليا يا معتز، وش في بطنك وعدي واعمل نفسك ما عملتش حاجه خالص. عيب كده يا مدير، احترم نفسك يا اخي. طب قسما قسما انا اللي حكيت لبابا. يا نهارك اسود يا منيره، اخص عليكي، دي برضه عامله تعمليها. وانت مالك انت؟ اخواته بيتكلموا مع بعض، انت ايش حصلك؟ ليه كده يا منيره بس؟ ما انت عارفه ان بابا تعبان. بقى انت اللي عملتي كده يا وش المصايب. الهي يجيلك انتفاخ في بطنك ما تعرفي تعدي، ان موريتك. وقلت له كمان ان انت بقالك مده ما اديتنيش الشهريه بتاعتي. يا ضلالي يا حرام. عيب كده يا منيره، ده اخوك الكبير. ايوه صح، عيب كده يا منيره، ده اخوك الكبير مهما كان. منير عيب، ما صحش تكلمي كده ابدا. ماشي يا منيره، ان موريتك ما بقاش انا. بعد اذنكم انا اخش بابا. يعني كان لازم الغردقه دي يا ابوي؟ اصل الدكاتره اللي هناك متعلمين ومتنورين، اتاتزه كبار احسن من الاحدانه هنا. وهتقعدوا لحد متى يا بوي؟ مش هنعوج ان شاء الله. اول ما اطمن عليها وعلب بطنها هنعوده طوالي. بتجيب لي معاك مشبك وانت جاي يا بوي؟ واه ليه؟ وانا قلت لك ان رايح مولد، جاك ضربه ببطنك. يلا يا حكمت. انا جايه. ها ترجع بالسلامه يا بوي. ترجع بالسلامة. ما تغيبش علينا. مع السلامة يا بوي. ما عاوزينش حاجة من هناك. وهيعوزوا ايه؟ ما كل حاجة حداهم. عاوزينك ترجع لنا بالسلامة يا حكمة. خدي بالك من نفسك ومن اللي في بطنك يا حكمة. يلا يا بنتي على بركة الله. يدك يا بوي. مع السلامة. مع السلامة يا بوي. والله ولفيتي على الكبير زي الحياة يا حكمت. السلام عليكم يا فندم. انت من امتى بتدخن؟ المؤاخذة يا باشا. وعصبي كده ليه؟ عصبي كده ليه؟ ابدا يا باشا. كل ما هنالك ان انا ضابط شرطة، مراته اتدبحت قدام عينيه ووقف زي اللي معرفش يعمل حاجة. ادي كل الحكاية. أسامة انا مقدر موقفك وفعلا عايز اساعدك. سعادتك عايز تساعدني يبقى تستعجل اذن النيابه وتؤمر معاليك باقتحام الاماكن دي. ايه الاماكن دي؟ دي الاماكن اللي احتمال يبقى مستخبي فيها دياب ابن منصور البطاش. عملت تحريات على الاماكن دي قبل ما اقتحمها؟ من غير تحريات يا باشا، انا متاكد من اللي بقوله. متاكد؟ ده كلام يا حسام. انت عارف ان احنا بنشتغل بالطريقه دي؟ يا فندم انا مش ضابط شرطه بيجيب حق دوله. انا بني ادم مذبوح، مذبوح يا باشا. وجرحي بينزف ومش هيهدى لي بال غير لما اخد حق مراتي من اللي ذبحوها بسكينه تلمع قدام عيني. حسام روح دلوقتي وهدى اعصابك.
وسيبنا نشوف شغلنا. مش هرتاح يا فندم ولا هيهدى لي بالي غير لما اخد حقي، ولو ما خدتوش بالقانون سامحني هاخده بايدي. حسام ما تنساش انك ضابط شرطه والمفروض تحافظ على القانون مش تكسره. والعداله البطيئه ظلم، العداله البطيئه ظلم وربنا ما يرضاش بكده. ومش هستنى لما تجيبوا لي حقي ده، لو عرفتوا تجيبوه يا باشا. انا مش هحاسبك دلوقتي لاني مشفق عليك. انا مش عايز حد يشفق عليا ولا عايز اصعب على حد ولا حد يعطف عليا. انا عايز حق مراتي يا فندم، والا قسما بالله حاخده بايدي. حسام انا بعاملك لغايه دلوقتي كابني، ارجوك ما تضطرنيش ان انا عاملك رسمي. حاضر يا فندم. سياده المقدم ما تنساش انك بتكلم لواء، وسعادتك ما تنساش انك بتكلم بني ادم. تمام سعادتك. الا قول يا كبير. ايوه يا دكتور. ايه ده اللي هنلاقوه في البحر ده كله؟ صب اصبر يا ريت. منوره يا ست حكمت. ايه نورك يا طاهر. سايبنا وقاعد لوحدك ليه؟ أنا مش لوحدي. طب يا حبيبي تعالى اقعد مع ماما ومحمد عشان نبقى مطمنين عليك. متقلقيش على شاهين، أنا كويس. ايه يا حسام السجاير دي كلها؟ وايه الدخان اللي انت عايش فيه ده؟ حرام عليك صحتك. كده احسن كتير. حسام انا مقدرة حزنك ومشاعرك على سلمى الله يرحمها، وعارفة انت كنت بتحبها قد ايه. وانا كمان سلمى كان بالنسبة لي صاحبتي ومرات اخويا واخت جوزي، ربنا وحده اللي يعلم انا موجوعة عشانها قد ايه. عشان خاطري يا حسين، عشان خاطري ما توجعش قلبنا. ما هي بقى المصيبة مصيبتنا كلنا مش مصيبتك لوحدك. لو بتحبني تعالى اقعد معانا عشان خاطري. انت بتحبيني ما تضغطيش عليا، سيبيني انا كويس. مش هسيبك. ايه رايك بقى حسام؟ لسه في ناس متعلقين في رقبتك ومحتاجينك، وانا اولهم. اصل انت مش اخويا الكبير وبس، ده انت ابويا اللي انا اتحرمت منه، وصاحبي اللي عرفته لا في مدرسه ولا في شارع ولا في نادي. انت اللي انا اتربيت على ايده وفتحت عيني وشفته وسندي وضهري في الدنيا دي، ولسه محتاجالك. حياتي يا حسام وحياتي. تعالى اقعد مع ماما، وانا هسيب الدنيا كلها وهاجي اقعد معاك. وبيتك وجوزك دول اهم مننا كلنا دلوقتي. عشان انت
اتفضلي اتفضلي يا بنتي. دياب. الحمد لله على السلامة يا دياب. الله يسلمك. مش كنت تقول لي يا ابويا عشان اعمل حسابي؟ قلت اعملها لك مفاجأة. احلى مفاجأة في الدنيا كلها. هاخد طاهر ووهدان ونطلع مشوار على البر. معاك حق يا كبير. توحشتك قوي قوي قوي. يعني انت برضو مصمم؟ عشان خاطري ما تضغطيش عليا وتوكلي على الله، سيبيني لوحدي. حاضر يا حسام، مش هضغط عليك وهسيبك لوحدك، بس لازم تبقى عارف ان احنا موجوعين عشانك قوي وتعبانين بسببك. طب اقعد انا معاك. بصي ايدك ما توجعيش قلبي بقى وتوكلي على الله. شوف صاحبك. تعلم عليا تعلم عليا يا معتز. معرفتش احميها وراحت من بين ايدي. كي يا حس، قدر الله ما شاء فعل يا اخي. لا اله الا الله، لا اله الا الله.